مصدر رفيع المستوى يؤكد أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل لصفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن. وزير الدفاع يشيد بجهود القوات المسلحة في مجابهة التحديات التي تستهدف الأمن القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. العدل الدولية تصدر اليوم حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، نستهلها مع الزميلة آلاء شتاء. إليك آلاء. أهلا بك رامي، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد مصدر رفيع المستوى بأن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة الحية بالجيش الثاني والذي يستمر لعدة أيام. هذا ونقل وزير الدفاع تحية الرئيس السيسي واعتزازه بجهود القوات المسلحة لتنفيذ المهام المكلفين بها، مؤكدا أن ما تم تنفيذه من مهام تدريبية يقدم رسالة الطمأنينة للشعب على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم، مشددا على أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب وقيادته الوطنية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية. وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع تنفيذ طلعات جوية لاستطلاع وتأمين ومعاونة دعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم. تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة مدفعية، وقامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها. بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات كما قامت عناصر القوات الخاصة من المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإغارة والإبرار لتدمير الأهداف المكتشفة.
ظهر خلال المشروع المهارات الميدانية والقتالية العالية والقدرة على إدارة أعمال القتال في العمق وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية. وفي ختام المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة تقدم رسالة طمأنينة للشعب المصري العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم، موضحا أن القوات المسلحة تعمل بكل جهد للحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات، وتعمل على تطوير أدائها لتعظيم الاستفادة منها بالإمكانيات المتاحة. وقدم القائد العام الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من جهود لمجابهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة التي تستهدف الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. شكر لجميع رجال القوات المسلحة على الجهد المبذول وتحمل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وأنا هنا بتكلم في خلال هذه المرحلة بالذات. رسالة اطمئنان للشعب المصري على قوات المسلحة، البلد في إيد أمينة، إحنا بنستثمر جميع إمكانياتنا الموجودة داخل القوات المسلحة في تطويرها والرفع من كفاءتها واستغلال مراكز البحوث وإدارة البحوث الفنية في تطوير هذه المعدات، مؤكدا على أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي المصري، مشددا على الدور الهام والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وأن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، مشيدا بالأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع والذي عكس قدرة وجاهزية الجيش الثاني الميداني الذي يمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت تنفيذ إحدى المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع، وناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أكثر من نصف طن من مخدر كوكايين داخل حاوية قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورا بميناء شرق بورسعيد، وذلك لإعادة نقلها لإحدى الدول، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1,650,000,000 طن. في واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي وجهتها وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية الضالعة في جلب وتهريب المخدرات والتي تعكس اليقظة الأمنية، وفي ضوء التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات العصابية لجلب وتهريب المواد المخدرة، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حاوية على متن سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد، تمهيدا لنقلها لإحدى الدول الأخرى مشمولها المستندي أسماك مجمدة. أكدت التحريات احتواءها على شحنة كبيرة من مخدر الكوكايين مخبأة داخلها، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تنسيقا والجهات المعنية تم ضبط الحاوية.
أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 550 كيلوغرام من مخدر الكوكايين مخبأة داخل الحاوية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. هذه الضربة تعكس جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة وقطع خطوط ومسارات التهريب للحيلولة دون استغلال العصابات الإجرامية للمنافذ الشرعية للبلاد في محاولات التهريب. تمكنت الأجهزة الأمنية منذ عدة أيام من تحقيق ضربة حاسمة لإحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظة مطروح، حيث تم ضبط كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة بقيمة مالية حوالي 284 مليون جنيه، بما يشير إلى أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة خلال تلك الفترة تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليار جنيه. تصدر محكمة العدل الدولية اليوم حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية في قطاع غزة. يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام ومصادر دبلوماسية أن محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة. وسط حالة من الترقب تتجه الأنظار إلى مدينة لاهاي غرب هولندا، حيث محكمة العدل الدولية التي ستصدر قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وتسعى جنوب أفريقيا إلى أن تصدر المحكمة التابعة للأمم المتحدة أمرا بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة الفلسطينية في إطار قضيتها المتواصلة منذ بضعة أشهر، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع المنكوب. بريتوريا التي أكدت أن الشعب الفلسطيني يواجه إبادة مستمرة طلبت من المحكمة الدولية اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية حيث يحتمي مئات الآلاف من المدنيين. كما طلبت بريتوريا من المحكمة أيضا إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. واتهم جنوب أفريقيا إسرائيل كذلك بتجاهل وانتهاك أوامر المحكمة السابقة التي دعت فيها إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة وإلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في ظل مجاعة بدأت تنتشر في القطاع المحاصر. وفي خطوة شكلت دعما إضافيا لقضية جنوب أفريقيا أعلنت دول عدة على رأسها مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبالرغم من أن المحكمة التي تعد أوامرها ملزمة ولا يمكن الطعن عليها ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، إلا أن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة لكونها ستشكل سابقة قانونية قد تلحق ضررا إضافيا لسمعة إسرائيل على الساحة الدولية.
استشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا وجرح آخرون بينهم نساء وأطفال إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وقصفت طائرات ومدفعية الاحتلال مخزنا للمساعدات بدير البلح، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برنامج الأغذية العالمي من انتشار الجوع بشكل كبير في غزة إذا لم تبدأ المساعدة في دخول القطاع بكمية كبيرة. من جانبه قال برنامج الأغذية العالمي إن توزيع المواد الغذائية في الجنوب متوقف باستثناء بعض المخزونات المحدودة التي يتم تقديمها للمطابخ المجتمعية لإعداد الوجبات الساخنة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف مولدات مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد كميات الوقود وعدم إدخالها. وأكدت الوزارة أن الجرحى والمرضى والأطفال الخدج يتعرضون لخطر الموت. أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فليب لازاريني التزام الوكالة بمواصلة دعم لاجئي فلسطين وتقديم الخدمات الأساسية لهم. وشدد لازاريني خلال زيارته إلى مخيمي نور شمس وتل كرم على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية والأممية. وأشارت الأونروا إلى أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيمين الشهر الماضي ألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية وخدمة الوكالة فيهما. في سياق متصل، حذرت يونيسف من تأثير عرقلة دخول المساعدات الإنسانية على الأطفال في قطاع غزة، كما استنكرت يونيسف كذلك استمرار العمليات العسكرية المكثفة والقتال في رفح الفلسطينية وخارجها، مشيرة إلى أن انعكاسات ذلك ستكون كارثية على أطفال قطاع غزة الذين يعانون من سوء التغذية ومخاطر تفشي الأمراض. قال البنك الدولي إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة. وأضاف البنك الدولي أن الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية. عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية. وأضافت المسؤولة الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركائها يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية. هاجم مستوطنون إسرائيليون شاحنة مساعدات قرب بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا الشاحنة وأتلفوا جزءا من حمولتها. The
دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف كافة إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة على واقع المناورات العسكرية الصينية حول تايوان. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجريك إن المنظمة تتابع التطورات في مضيق تايوان عن كثب، كما تحث الأطراف المعنية على الامتناع عما من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة. دعت الولايات المتحدة الصين إلى ضبط النفس بعدما أطلقت مناورات عسكرية في محيط تايوان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي رفيع وصفه تحركات الصين بأنها متهورة وتحمل خطر التصعيد وتؤدي إلى تآكل الأعراف القائمة منذ مدة طويلة. أعلنت الصين أن المناورات العسكرية التي تجريها حاليا حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على الاستيلاء على السلطة في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني القول إن المناورات التي تنتهي اليوم تهدف إلى اختبار القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسية. تستضيف سول يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة بين زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان لأول مرة منذ 4 أعوام، ومن المقرر أن يصدر عن القمة بيان مشترك بشأن 6 مجالات من بينها الاقتصاد والتجارة. لأول مرة منذ 4 أعوام يعقد زعماء الصين واليابان وكوريا الجنوبية قمة في سول يومي 26 من الشهر الجاري. وفقا لسول، فإن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سيجري محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كاشيدا عشية اجتماعهما الثلاثي، على أن يصدر القادة بيانا مشتركا بشأن 6 مجالات من بينها الاقتصاد والتجارة. الاجتماع يأتي تنفيذا لاتفاق ثلاثي على عقد قمة كل عام ابتداء من عام 2008 لتعزيز التعاون الإقليمي، لكن المبادرة تعطلت بسبب الخلافات الثنائية وجائحة كوفيد-19، حيث كانت آخر قمة ثلاثية في أواخر عام 2019. وتأتي قمة سول في الوقت الذي تعمل فيه كوريا الجنوبية واليابان على تحسين العلاقات المتوترة بسبب النزاعات التاريخية مع تعميق الشراكة الأمنية الثلاثية مع الولايات المتحدة وسط تزايد التنافس الصيني الأمريكي، وهي الشراكة التي انتقدتها بكين وحذرت من أن جهود واشنطن لتعزيز العلاقات مع سول وطوكيو يمكن أن تؤجج التوتر والمواجهة في المنطقة. كما أعربت عن استيائها من مخرجات قمة كامب ديفيد التي جمعت قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا، واتفق خلالها المجتمعون على بدء فصل جديد من التعاون الأمني الثلاثي، كما انتقدوا ما سموه سلوك الصين العدواني في بحر الصين الجنوبي. وتمثل الدول الثلاث مجتمعة 20% من سكان العالم و 25% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، كما أن بكين أكبر شريك تجاري لسول، وهي في الوقت نفسه أبرز حليف لجارتها اللدود كوريا الشمالية وراعيها الاقتصادي. قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تعد حزمة للمساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل قذائف مدفعية 155 ملم وذخائر جوية دقيقة ومركبات برية. وفي حين أن الحزمة تشمل الذخائر بشكل أساسي، فإنها تتضمن أيضا مركبات مصممة لاستعادة الدبابات المعطلة وغيرها من المعدات الثقيلة من ساحة المعركة، وهي علامة على أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار الهجمات وخسائر في المعدات. هطلت أمطار غزيرة مرة أخرى على أجزاء من ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوب البرازيل، مما أدى إلى تدمير جهود التنظيف التي استمرت لعدة أيام وغمر المناطق التي لم يتم الوصول إليها من قبل في مدينة بورتو أليغرا
عاصمة الولاية. وفي غضون 12 ساعة تلقت أجزاء من بورتو أليغرا أمطاراً أكثر مما يحدث عادة خلال شهر كامل وفقاً لبيانات المعهد الوطني للأرصاد الجوية. وأدت الفيضانات غير المسبوقة خلال الشهر الماضي إلى مقتل 163 شخصاً وتشريد نحو 600 ألف آخرين، ولا يزال 64 شخصاً آخرين في عدد المفقودين. اقتصاديا مشاهدينا، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و 28.25% و 27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. توقع صندوق النقد الدولي أن يكون العجز العام لفرنسا أعلى بكثير من توقعات الحكومة لعام 2027، بعد أن دعت إلى وضع إجراءات جديدة اعتبارا من العام الجاري لإعادة الدين إلى مسار هبوطي. وتوقع صندوق النقد عجزا عاما بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 مقابل توقعات للحكومة عند 2.9%، ويعود هذا الفارق بحسب صندوق النقد الدولي إلى عدم تحديد حتى الآن المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار. ورياضيا، نجحت المتحدة للرياضة في الحصول على حق استضافة مصر للعديد من البطولات العالمية لكرة اليد، وستقام على أرض مصر بطولة كأس العالم تحت 23 عام رجال 2025، وبطولة كأس العالم للقارات 2025، وبطولة العالم للأندية 2024. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي مساء غدا السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين عقب العودة من تونس، وذلك بعد خوض مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وسبق أن التقى الأهلي والترجي التونسي 25 مرة من قبل، فاز الأهلي في 12 مباراة منها 6 مباريات على ملعب رادس بتونس، وفاز الترجي في 4 مباريات وتعادل في 9 مواجهات. استاد القاهرة الدولي على موعد مع مواجهة مرتقبة أخرى بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، وهذه المرة لتحديد بطل دوري أبطال أفريقيا. مواجهة بين الكبيرين هي الأشهر التي تحدث داخل القارة الأفريقية، والتي حسم الأهلي أغلبيتها لصالحه، حيث التقيا في 25 مرة من قبل، فاز الأهلي في 12 مباراة منها 6 مباريات على ملعب رادس بتونس، وفاز الترجي في 4 مباريات وتعادل في 9، وأحرز الأهلي خلالها 30 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا. أما على صعيد مواجهاتهما في القاهرة فلم تشهد أي هزيمة للمارد الأحمر، حيث التقيا على استاد القاهرة 12 مرة، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات
فيما حضر التعادل في مثلهما دون أي فوز للفريق التونسي بالقاهرة، وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين معا هي نتيجة الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، والتي تكررت في ثلاث مناسبات مختلفة، بطولة مهمة أخرى يسعى الأهلي للفوز بها لتعزيز رقمه القياسي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا في 11 مناسبة سابقة. وفي الختام مشاهدينا الكرام، هذه تذكرة بأبرز العناوين. مصدر رفيع المستوى يؤكد أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل لصفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن. وزير الدفاع يشيد بجهود القوات المسلحة في مجابهة التحديات التي تستهدف الأمن القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. العادة الدولية تصدر اليوم حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنا مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية، رامي الحلواني وأنا أشرطة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.